مني. يخلي لك دماغك ولسانك يا عبد الرازق، ده الرسم ماشي مظبوط مظبوط، الحرمة أول ما اديتها ريق حلو وراحت مسلمة على طول. وهتيجي إمتى؟ تيجي وقت ما تيجي بقى، احنا ورانا حالة، ما احنا مقاطيع. أنا خايف لا تيجي من غير الصيغة. بقول لك إعرابي، الله، المرة طول عمرها بتخرج بصيغتها، بلاش نقي وقرر حياتك. بالك يا إعرابي لو جت من غير الصيغة نرجعوها البت تسيغ من تاني. اشمعناني يعني اللي حجيني من غير صيغة؟ ولا هي مش مأمناني؟ ولا يمكن مش مأمنالي؟ ما قلتش يا عبده، احنا لينا لازمة في القعدة دي. أمال ليكوا لازمة ونص؟ أمال يعني هتسيبوني قاعد معاها لوحدها؟ على الأقل تطمن في الأول لما تشوفكوا وتشوف المعلمة رايا. وهندخلوا عليكوا إمتى؟ لا السؤال ده في محله. بقول لكم إيه؟ أول ما نقعدوا نتفستقوا كده هنروح نندهوا على المعلمة رايا، نقول لها حضرين إزازة كونياك أصلي، تروح أنتوا داخلين على طول. أيوة بس بنقولوا إيه؟ لو الحرمة حست بحاجة كده ولا كده نقول لها إن إحنا لمؤاخذة كل ده بصفة هزار وناخدها في دوك. متقلقش يا عصاب الله، أنا مش هنمد إيدي على الصيغة إلا لما نسكروا الحرم على الآخر، ما تبقاش حاسة بحاجة خالص. وأنا ورزلت بقى. ايوه يا مرسي يا ابو العباس، يا ارض نهدم عليك قدي وشويه زياده. وانا كنت اتصلت في مناطري عشان ما اشوفش الجمال والحلاوه دي كلها. لا لا لا، ده انا كنت رزيل على نفسي قوي. ازاي يا وليه انا كنت تايه عن الجمال والحسن ده كله؟ ماني طول الوقت كنت قدامك، قول لنفسك. اه ما احنا بنقول اهو وهنقوله ياما. اتفضل يا جميل، اتفضل يا ست خضره. اتفضل يا ست خضره، يا خضره قوي. اتفضلي اتفضلي اقعدي واستريحي ورحرحي. ليه؟ هو انت مش هتقعد؟ ها؟ هنقعدوا بس نفضوا شويه، اصل انا مش على بعض وحياتك انت مش على بعض. بنقولوا نجيبوا حاجه نشربوها كده عشان نعلي المزاج. ليه هو انت ما جبتش معاك؟ ما هو انا اصلي رزين على نفسي، خفت لا تعوقي ولا ما تجيش. انهي مرة دي اللي تقدر ما تجيش للمعلم عبد الرازق؟ اموت تاني في البغاشه ام قشطه. بعد اذنك يا جميل. يا معلمة ريا، يا معلمة ريا، إزازة كونياك مبرشمة من الأصلي، وارد بلاده، وارد بلاد، ما تكونش سوكالانس، أوامة معلمة. قال قولي لي يا ست الناس، أنت ليكي في الأنفاس؟ لا يا أخويا، ده بيكتم على مراوحي. لا يبقى بلاش منه، أنا عايز مراوحك سالكة وشغالة عشان ترطب القعدة، ها؟ يا معلمة ريا، أوام يا معلمة. يا دي الهنا، يا دي النور، يا دي الها. ها يا راجل لفها وبرشم، عايزين هتبان زي المقفولة. يعني لازم تبرشم؟ لفها في حتة ورق كويسة. Thank you.
يا جي الأنس يا جي النور، يا مرحب يا مرحب، يا أهلا يا أهلا. إزيك يا معلمة؟ طب يا أختي عدي علي سلمي، ولا هو يعني خلاص من لا أحباب ونسى أصحاب؟ أنا كنت ناوية نطلع لك وكمان نطمن على المعلمة سكينة، بس المعلم شدني عليها. كده كده أخص عليك يا عبرازي، ما عايز تيجي وتقعد وتشرب وتفرفش كده لوحدك؟ الله، ده كلام يا راجل يا خاين، مش احنا متفقين ان احنا على الخير والشر مع بعض؟ على الخير على طول ان شاء الله يا حسب الله. اقعدوا يا رجاله، اقعدوا خدوا كاسين معانا، ده بعد اذن الجميل. هادي الكوبايات يا ريا. خليكي يا معلمه، انا عارفه مكان كل حاجه. ايوه يا خدوره، انت بتقولي ايه؟ ده انت ضيفتنا يا بنت. اقعدي اقعدي يا بنت اقعدي. عايزه حاجه يا خالتي؟ تعبت يا بديع. امك فين؟ قاعده في الاوضه اللي تحت. بتعمل ايه؟ قاعده مع خضره هي وابوي. في حد معاهم؟ عبد الرزق وعرابي. يا ترى مرمومين برابطه المعلم مع خضره ليه؟ بيرتبوا لايه؟ كاسك يا خضر. كفايه يا معلم، انت ما شربتيش. شبه خضرة، ده المعلمة ريا بذات نفسها هي اللي بتسقيكي. وهو ده المطلوب. هات يا خضرة، هات يا معلمة. شرابي يا حبيبتي شرابي، خلي دماغك تلف كمان لفة، ده احنا ليلتنا خضرة. ما تشربي يا خضرة. هشرب ده كله. وماله يا بنت، ما انت كنت بتشربي مع الزباين اكتر من كده. اشربي اشربي. انا هنشرب عشان خاطرك انت بس يا معلم حصبال. وانا ملياش خاطر عندك. ده انت الخير والبركة يا معلم وراك. ربنا يكتر خاطرك يا حبيبتي. اشربي 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 اشربي. ايه ده؟ ايه انت بتعمل ايه؟ ايه بنعمله ايه؟ بنهزره معاكي. مالكش دعوة بسختي. ايوه لا، ده انت خوافة موت. ان ما كنتش اخاف على دول اخاف على مين؟ حد يخاف من اللي بيحميه؟ ده انت معايا في امان. انا لازم نقوم. ايه ما بلاش رزاله بقى، هو احنا لسه قعدنا يا خضره. ما تقعد يا بنت تقعد، القعده لسه هتحلو. ما لسه بدري يا خضره، لازم نقوم. اقعدوا بالعافيه. يعافيك يا اختي. انت اسمه بطول السلوب. تروحيش بقى وتقطعي، خلينا نبقى نشوفوك. الراجل ده خاين، كان هياخد سيختي. انتي ده كان بيهزر وياكي. اقعدي بالعافية. يعافيك يا حبيبة. اما اما عايزة ايه؟ روح امك. خالتي سكينة عايزاكي فوق. ايه العبارة يا ريا؟ ايه اللي بيحصل تحت من ورا ظهري؟ ايه اللي بيحصل يا اختي؟ ادينا مرزيين اما نشوفوا اخرتها ايه. هو اني مش عارفاكي؟ في حاجه مش عايزه تقوليها لي. حاجه اللي مش عايزه نقولها لك، ما انت راسي على الدور كله. لا يا حبيبتي، رقدتي دي مش مخلياني نعرف ايه اللي بيحصل تحت. ليه مقصوفه الرقبه ما بتقولكيش على كل حاجه؟ عملتوا ايه في خضر؟ هنعملوا ايه في خضر يا بيت؟ ما تلوعينيش في الكلام. هي مش كانت قاعده معاكوا تحت في المنظره؟ ودي فيها ايه دي؟ كانت بتشرب كاس مع عبد الرازق، جات على الهوا اليومين دول. رجلك عامله ايه دلوقتي؟ مش قادره ندوس عليها. ما احنا لو نحتكم على فلوس كان زماننا شيعنا وجبنا لك الحكيم وعرفنا علتك. ما هي الفلوس اللي عندنا بتطير بسبب رجالتك وجوزك. بكره رجالتي دول يتعرف قيمتهم اما الشغل يرجع تاني. ريا فيه تاني يا بنت، انتوا بترتبوا ايه الخضر؟